بمحرز اللي كان كيلعب انذاك، هو اللي توسط، هو اللي قنع اسماعيل بن ناصر باش يلعب لفريق الخضر. واعتقد على ان كاين اللي كيقول راه هو اسماعيل بن ناصر راه اختار باش يلعب لفريق الخضر وفضل باش يلعب، وماشي اختيار، هو على الاختيار كيكون لما كتكون عندك جوج العروض ثلاثه وكتفضل واحد على واحد، ولكن لما يكون عندك غير عرض واحد، عندك غير العرض ديال الجزائر. ولو كان اسماعيل بن ناصر رفض العرض اللي هو عرض معقول ديال المغرب، انا ذاك كان يكون للاب ديال اسماعيل بن ناصر يعني تصرف اخر. ولكن ما دام انه ما كانش هناك عرض من طرف المغرب، ما كانش العرض ديال ناصر لارقت يجي يلعب في المنتخب ديال باء، وهو كان لاعب منتخب باء فرنسا ولاعب مع الكبار في ارسنال، فهو يقلل من الشأن ديالو، قلل من القيمه ديالو. تعطات الفرصه للمغرب، هو البدايه، هو في الاول تعطات له الفرصه وحاول معاه لا اسماعيل بن ناصر كلاعب وشخصيا، ولا الاب ديالو اللي انتقلت للرباط، انتقلت للرباط. وهذا الشيء راه ناس لارقط عنده مسجل ومعروف وبالتاريخ ومضبوط وبدا وفي سياره خاصه وانتقل، وربما راه مسجلين حتى العروض، راه انتقلت للرباط، ولكن كانت عروض في الحقيقه اللي كتقلل من الشان ومن القيمه ديال اللاعب. العلاقه ديال اسماعيل بن ناصر مع المغرب هي علاقه، هي العلاقه ديال يعني علاقه روحيه، هي من البدايه هو عشان هو حنا كنقولوا على انه مغربي يحمي القميص الجزائري فقط، مغربي الاصل، مغربي الاب، مغربي حتى يعني العطل ديالو كيقضيها في المغرب، وكيزور المغرب، يزور الاهل ديالو، يزور عائلته، يدوز العطل ويزورهم. فارتباط بالمغرب هو ارتباط ابدي واصلي بالعائله ديالو، بالوالد ديالو، وتاريخي كذلك، ولا زال غادي يزور المغرب غير في هذه الايام القريبه.